الام ديالو قالت لي هي انايا مراتك فين 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 غادي نوصلوا لها، باغي نشتو لك حياتك، باغي يفرقوني على راجلي. المشاكل اللي وقعت يعني خلاتنا نتأزموا ماديا. لان الدين ديالنا حنا كيحرم علينا نتزوجوا مسيحي، تعلم اشهد ان لا اله الا الله، تعلم الوضوء. بسم الله بسم الله. كنحس براسي انني انا بخيله عليهم، مع ان راجلي كيبغيني، كي يعني موفر ليا كاع داكشي اللي انا محتاجاه. ما خليتهمش يدوا ليا الكنيسه، يعني انا رافضه بنتي تكون عندها علاقه مع عائله راجلي، انا بنتي شادها عندي. يعني الشهر كامل ديال رمضان كيصوم ليا نص نهار، تيقول لك ما تنقدرش ما قدرتش، قال لي تيقول لي العام الجاي نشوف الى قدر.